نتكلم بقى عن روبي. الموضوع فجأة روبي كانت في طي النسيان وش فجأة بقت انجم واحد ترند الترندات. طب يعني الحمد لله، يعني ده يبقى انا شاطر جدا. يعني الحمد لله ان التفكير عامه ان انا اقعد مع روبي ونتكلم، لان انا الموضوع جه صدفه بحته. بنعمل حفله في ديسمبر، قلت لها طب ما تيجي نرجع نغني، سمعتني اغاني، قلت لها الاغاني دي حلوه بس الناس دلوقتي مش عايزه كده، ما تيجي نعمل ميني البوم. قعدنا نتناقش شويه، قضينا عقد البوم ميني البوم في خلال 6 شهور. خدت روبي مثلا من يناير لحد اخر ابريل، زي ما نقول فحت ورد، سمعنا فوق 100 اغنيه لحد ما استقريت على 6-7 اغاني، قلت لها هم دول. جينا بقى نختلف ايه اللي ينزل الاول. هي مش عايزه تعمل الهبه دي، يعني رافضه تسجلها، وانا اقول لها لو دي ما سجلناهاش مش هسجل لك الاغنيه الدراما اللي انت عايزاها. عارف كنا ناير ونير، اعمل لك دي هتغني دي، اعمل لي نفس القصه في فيستك. انا قعدت مثلا عشان اقنعها في فيستك دي شهر، هي مش عايزه خالص اللي هي قلب بلاستيك دي، يعني بتاعت محمد يحيى. هي رافضه تقول لي يعني ايه في المعجم، فقلت لها مفيش حاجه اسمها كده. اه والله قلت لها لا، هي خلي بالك بتذاكر وبتقعد تشوف على ايه، بس يعني ايه في الشارع انا عشان بتاع سوق وبتاع جمهور وبتاع، فانا عارف الناس بتحب ايه. فقعدت اقنعها فتغنيها مره مش بمزاجك فما تطلعش عاجبك، لحد ما وصلتني في الاخر ان انا مش عايز ان فيستك دي هي تغنيها خلاص. لحد ما جيت بنقفل ناقص اغنيه، قلت لها صدقيني والله فيستك. فهي جت في يوم كده رايقه فسجلتها، فالاغنيه طلعت زي ما انتوا سمعتوها كده. هوب بقى جينا نتخانق، انا اقول لها دي لازم اول حاجه الناس ترجعي تشوف كده، لان دي الابجريد الطبيعي الروبي من 10 12 سنه الناس تشوفها كده، وما كانتش متوقعه. وانا كنت مراهن ونزلت حته ثانيه دغدغت الدنيا. طبعا بس